طيب تعالوا كده بعد ما القضية خلاص بتخلص نشوف ايه الثغرات اللي ما لقيناهاش اجابات في قضية زامبيا. يا ترى ايه الثغرات الموجودة والتساؤلات اللي عندنا على قضية طيارة زامبيا؟ نشوف مع بعض كده. عندنا مجموعة من الشبهات الحقيقة. اول سؤال او اول شبهة هي تغيير صفة الذهب الى نحاس وزنك، ودي شبهة متورط فيها الحكومة الزامبية ووزير التعدين كابوسوي. عندنا تساؤل حول وجود مزيد من الدولارات على متن الطائرة، لأنه الناس كلها قالت الرقم هزيل جدا في بالمقارنة مع الحيتان اللي كانوا موجودين في الطيارة. مين المتهم السادس اللي أعلن نيسون باندا أن هم ستة وبعد كده كل الناس اتكلمت على خمسة؟ لماذا وجهت اتهامات بالجاسوسية للمتورطين في القضية؟ هل القانون الزامبي بيقول ده ولا القصة دي كانت محطوطة زي ما جمال عيد قاد عشان يطلعوا براءة؟ هل تدخلت السعودية كوسيط لدى الحكومة الزامبية أم ماذا؟ هل تمت صفقة بين النظامين في مصر وزامبيا؟ أسئلة كثيرة في الحقيقة أبحث عن إجابات لها مع ضيفي الذي انضم إلي عبر سكايب الدكتور عصام عبد الشافي أستاذ العلوم السياسية. أهلا بك دكتور. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا يا دكتور. يعني الجماعة طلعوا براءة وراجعين أرض الوطن خلاص، بالنسبة لك التحليل الأولي صفقة مصرية زامبية أم ضغط سعودي، ولا فعلا ما كانش في حاجة وما كانوش متهمين ومحكمة عادلة وبرأتهم وخلاص القصة خلصت؟ طيب بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية لحضرتك أولا وتحية لكل المشاهدين. أشكرك. لا هو التقييم المبدئي قبل يعني تقييمي أنا الشخصي المبدئي قبل أن نمر بكل هذه المراحل التي تفضلت بالإشارة إليها في تقريركم المتميز، عندما نشرت على حساب الشخصي أن كلمة السر يوم 13/8 تقريبا أو 14/8 نشرت على الحساب كلمة السر في هذه الأزمة هو محمود السيسي نصا، والتغريدة موجودة على الحساب. وبالتالي منذ اليوم الأول وأنا عندي قناعة أن الأمر هو أن هناك تورط حقيقي للنظام، سواء كان هذا التورط بحضور أشخاصه ممثلا في السيسي أو بتورط أشخاصه ممثلا في رموز محسوبين على محمود السيسي أو في محسوبين على أجهزة أمنية واستخباراتية مصرية، وبالتالي لن تخرج الدائرة عن السيسي وعباس كامل وغيره. في هذا الإطار يعني بناء على هذا التصور المبدئي أو التقييم المبدئي، ما حدث في زامبيا يمكن أن تخلص إلى نتيجة منطقية إجابة على السؤال السادس اللي حضرتك طرحته، أن الأمر في الأخير انتهى بصفقة بين النظامين في مصر وزامبيا. لأن في الأخير عندما تتحدث عن زامبيا، زامبيا ليست دولة قانون بالمعنى المتعارف عليه في الدول الغربية أو الدول المتقدمة، في الأخير هي منظومة فساد تعاني من فساد كامل سياسيا واقتصاديا وإداريا وقانونيا، وبالتالي تاجرت بهذه القضية منذ اليوم الأول، والتجارة بهذه القضية أيضا كانت مرتبطة من وجهة نظري بدخول بعض الأطراف على الخط. دخول بعض الأطراف على الخط هي التي عززت من مساومات زامبيا، لأنه كان يمكن تسوية الأزمة منذ اليوم الأول بمجرد اتصال بين رئيس الاستخبارات في مصر ورئيس الاستخبارات في زامبيا، خلاص يا جماعة الموضوع انتهى وما تريدونه ما لديكم وينتهي الموضوع. ولكن إطالة أمد الأزمة وتعدد هذه يعني التشابكات والتعقيدات اللي حضرتك طرحتها في التساؤلات الستة، اللي هي تغيير المعدن المستولى عليه من ذهب رغم عرضه على شاشات على أمام شاشات القنوات الفضائية إلى نحاس، ثم الحديث عن مبلغ الرقم من الدولارات 5.7 مليون دولار، ثم تغيير الرقم بعد ذلك وهل هو قليل أم كثير، ثم وجود الأسلحة على متن الطائرة، ثم وجود أيضا توجيه نفي كل هذا وتوجيه الاتهام بالتجسس، كل هذا من وجهة نظر مؤشرات تدل على أن هناك في الأخير صفقة عقدت بين النظامين في مصر وزامبيا، وأن هذه الصفقة بمقتضاها تم الإفراج أو تم السماح لسفر المقبوض عليهم الست في هذا الملف مقابل حصول زامبيا على تعويضات مادية يمكن أن تكون حصلت على كامل ما تم القبض عليه على الطائرة، ويمكن أن تكون حصلت على مبالغ أخرى أكبر لن تعلم إلا إذا حدثت تسريبات، وأعتقد أنها واردة وقريبة من متورطين أو طيب دكتور إدارة الأزمة. في الحقيقة مجموعة من الردود على فكرة أنه في صفقة ما بين مصر وزامبيا. أولا لو كان في صفقة كانت تمت من البداية من غير شوشرة الأسبوعين اللي فاتوا،
لو كان في صفقة ما كانش الرئيس الزامبي خرج بنفسه وقال لن نرحم المتورطين وسنحاسبهم ولا يوجد ما نخفيه، لو كان هناك صفقة ما كان للمحكمة أن ترفض إخلاء السبيل بكفالة امبارح والنهاردة توافق، طب ما كانت القصة تلمت من بدري، يعني ليه الفرهضة، ليه أسبوعين من وجع القلب يعني. ولذلك يا دكتور أنا قلت أن في بداية كلامي قلت أن هناك طرف ثالث أراد قام بتسريب هذا الأمر وقام بإدارته حتى يعلي من سقف مطالب الزنبية في مساومتها أمام المنظومة المصرية. الحديث الآن على أن دخول، هل الإمارات دخلت على الخط، هل المملكة العربية السعودية دخلت على الخط، وإذا كان دخول السعودية على الخط كان من باب القضاء إتمام الصفقة أو إنهائها أو حسم أو إغلاق الملف. في الأخير من وجهة نظري هناك يعني لا أحاول أن يعني أن يكون المصطلح كبيرا أو مبالغا فيه، فأقول أن هناك حالة من حالات التوتر أو حالة من حالات الغضب المكتوم بين تيارات سياسية وأمنية داخل المؤسسات الأمنية في مصر، وأن هذه التيارات هي التي قامت بتسريب خبر الطائرة وما عليها، والتقط الخيط إن لم يكن قد تم التنسيق مع أطراف إقليمية تريد توريط النظام في مصر في هذا الملف، التقطت الخيط وقامت بتعزيز الدفع باتجاه تصعيد الأزمة حتى يتم توريط النظام بشكل كبير وتشويه صورته بشكل أكبر، وبالتالي إمكانية أن يكون هناك أطراف من مؤسسات أمنية مصرية متورطة في عملية التسريب ودخول أطراف إقليمية على خط التصعيد بهدف تحقيق درجة أعلى من الابتزاز لهذا النظام وتشويه صورته، لا أشك يعني لا أنفي صحة هذا التفسير ولكن أدعمه بشكل كبير كأحد السيناريوهات المرجحة. طيب أنا طرحت مجموعة من الأسئلة عن المملكة العربية السعودية تحديدا يا دكتور، هل تدخلوا كوسيط لإيجاد حل وسط؟ هل تدخلوا لحل الأزمة من جذورها؟ هل تدخلوا لتوريط السيسي ولا يعني من وجهة نظرك أحمد القطان راح زامبيا يعمل إيه؟ من وجهة نظري توريط ثم الحل، يعني بمعنى تصعيد الأزمة ويعني في الأخير المملكة النظام في السعودية لأنه يعني يمكن وصف العلاقة بينه بأنه غاضب جدا أو في حالة غضب كبير جدا من السيسي ونظامه، وأن هناك توتر كبير في العلاقة، هذا التوتر كشفت عنه الزيارة السريعة التي قام بها عبد الفتاح السيسي إلى محمد بن سلمان وطريقة الاستقبال التي قوبل بها والمعاملة التي تمت معاملته بها في أثناء زيارته إلى المملكة العربية السعودية. حالة التوتر كشفت عنها الكثير من التقارير الإعلامية سواء بأقلام صحفية محسوبة على السعودية أو من خلال منصات إعلامية سعودية أو ممولة من السعودية. هذه الحالة من التوتر لا أعتقد أن السعودية ودخولها على الخط كان من باب إغلاق أزمة يعاني منها النظام أو يمكن أن تنال من سمعته وصورته الذهنية، بل بالعكس دخول على الخط في هذه الحالة يمكن أن يكون من باب مزيد من التصعيد حتى عندما يتم التدخل بقوة لإغلاق الملف يكون هناك ما يمكن تسميته بإيه؟ يعني بمنحة قدمتها السعودية لهذا النظام تستطيع أن تساوم بها في مرحلة من المراحل. فلذلك ثنائية الجمع بين الدخول على خط توريط النظام في أزمة وتصعيدها في محاولة لمزيد من الابتزاز ثم أيضا الدخول على خط الأزمة لتصفيتها وتسويتها كأنها قدمت له هدية أو منحة، أعتقد أن هذا يحتمل الأمرين معا. طيب برأيك هل انتهت القضية هنا؟ يعني خلاص أغلق ملف طيارة زامبيا ولا لا لازالت هناك جولات أخرى؟ لا أعتقد أن هناك جولات أخرى لأن في الأخير هناك أطراف متورطة داخل زامبيا وخارجها، وأعتقد أن هناك الكثير من التفاصيل لم تكشف حتى الآن، وأعتقد أن هذا الملف سيبقى مادة دسمة للكثير من مواقع التحقق الإخباري والكثير من المواقع من شبكات الفساد المرتبطة بهذا الأمر. في مرحلة من المراحل جنوب أفريقيا دخلت على خط هذه الأزمة، في مرحلة من المراحل عدد من أركان المعارضة في زامبيا دخلوا على الخط، وبالتالي دخول المعارضة على الخط ودخول جنوب أفريقيا حتى لو كانت دفاعا عن بعض المتورطين على الخط يمكن أن يفتح المجال لنشر عدد من التقارير الإخبارية أو الإعلامية أو تسريب عدد من التفاصيل أو جزء جانب من التفاصيل التي شهدتها الأزمة سواء حول المتورطين فيها من الجانب المصري أو حدود الدور السعودي فيها. في مرحلة من المراحل عندما حدثت تم الكشف عن العملية سيرلي في الصحراء الغربية بين فرنسا ومصر والأجهزة الاستخباراتية في الدولتين لم يتوقف الأمر عند نشر التقرير في مرحلته أو في توقيته وفقط، ولكن ظلت الأزمة والتسريب
تحدث على خلفياته تداعيات داخل فرنسا وتداعيات أيضا حقوقية وسياسية في وأمنية في مصر وفي عدد عندما التقطت الخيط مجموعة من المنظمات، وبالتالي يمكن أن يحرك الأمر أو يتم استخدام الأمر وتوظيفه سياسيا وأمنيا ومعلوماتيا ضد بعض أطراف النظام في مراحل أخرى قادمة. دكتور، يعني لو أنت قلت أنك كتبت على حسابك أنه يعني ابحث عن محمود السيسي، ما هو الدرس الذي تعلمه محمود السيسي من حادث طيارة زامبيا؟ هؤلاء لا يتعلمون كثيرا يا أسامة، لأن في الأخير أنت تتعامل مع منظومة فساد يرون أنهم فوق القانون وفوق الحق وفوق العدل وفوق القيم وفوق المبادئ وفوق الدولة، وبالتالي عندما أقرب أبسط الأمور التي يمكن اللجوء إليها لتسوية مثل هذه الأزمات هو تصدير كبش فداء والتخلص من أحد الأشخاص أو أحد المحسوبين أو أحد المتورطين وتحميله كل التبعات وهذه الأزمة وغيرها من أزمات قادمة، لأنهم في الأخير هم يرون أنهم فوق كل ما سبق ذكره. لذلك الحديث على أنه تعلم، إذا كان تعلم بالفعل فأنه الدرس الوحيد الذي يمكن أن يراه أن يخرج منه إذا كان تعلم، هو عدم الرهان بدرجة كبيرة عن شركاء محل يثق فيهم، لأن في الأخير في ظل يعني سيادة مبدأ الخيانة وسيادة مبادئ الخيانة ومبادئ الفساد لا يؤتمن أي شخص مهما كانت درجة علاقته بمحمود السيسي أو بالسيسي نفسه. السيسي نفسه يتم التسريب له من داخل قصره، فما بالك بمحمود السيسي نفسه أو عباس كامل أو غيره. ولذلك فكرة إذا كان هناك درس يمكن أن يكون قد تعلمه هو درجة الثقة في من حوله، ولا أعتقد أنه يمكن أن يتعلم، لأنه يتصور أنه يمكنه شراء كل من حوله والتحكم فيهم وتوجيههم كما يشاء وقتما شاء وأينما شاء. طيب، الفكرة المتعلقة باتهامهم بالجاسوسية، كان الحقيقة لما طلع عريضة الاتهام كان أمر مثير للدهشة والاستغراب من كل الناس. إيه علاقة الجاسوسية؟ قيل آنذاك أن القانون الزامبي يصف أي عمل أو تحرك يمس الأمن والسلم العام في زامبيا بأنه قضية تجسس، لكن من بين من شككوا في هذا الأمر كان الحقوقي جمال عيد اللي قال أنه بيخشى أن ده يكون مدخل للإفراج عنهم وتبرئتهم. برأيك ليه وجهت لهم تهمة الجاسوسية؟ أنا أقرب إلى ما ذهب إليه جمال عيد، وإن كنت أختلف معه في كثير من توجهاتي وأفكاره، ولكن أميل إلى يعني إذا كنا نبحث عن تفسيرات أقرب إلى المنطقية من وجهة نظري ما ذهب إليه جمال عيد، لأن تغيير المواقف وتغيير الأحكام بين خلال أقل من 3 أسابيع من 13 أغسطس وحتى 1 سبتمبر، سواء فيما يتعلق بالمادة التي تم القبض عليها من ذهب إلى نحاس أو من الحديث أو من التشكيك أو تغيير الأرقام فيما يتعلق بحجم الأموال التي تم القبض عليها أو تغيير التهمة من نقل ممنوعات أو دخول غير آمن أو اتهام بالجاسوسية، من وجهة نظري أن هذا في الأخير يعطي المزيد أو يفتح الباب أمام الكثير من الحقوقيين والقانونيين إذا أرادوا اللعب بهذا الملف لإخراج المتورطين أو المتهمين من هذه القضية، كما ذهب جمال عيد وهو في الأخير محامي ويعلم الكثير من تفاصيل مثل هذه القضايا. في الحديث عن الاتهام بالتجسس لا أعتقد أنه كان بالفعل، يعني لأن لم يظهر هذا الأمر إلا يوم 30 أغسطس، يعني أمامك أسبوعين كاملين من 13 أغسطس أو من 15 أغسطس حتى 30 أغسطس والاتهام كامل يدور في فلك أن هناك تورط في جريمة منظمة، هذه الجريمة تقوم على إدخال أموال ومعادن وسلاح داخل دولة مما ينتهك سيادتها ويهدد أمنها القوم، وبالتالي الانتقال مرة واحدة في يوم واحد إلى الحديث عن التهم بالتجسس أعتقد أنه كان عملية تحويل سياسي ليس وليس تحويلا جنائيا. الهدف الرئيسي منه من وجهة نظري هو أن يكون هناك مخرج، لأن في الأخير لن تدور بقى في ذلك التوقيت في فلك أننا أمام مجرمين وقانون وعدالة، ولكن يمكن أن يحتمل الأمر تأويلات سياسية فيسمح بتدخلات سياسية من أعلى سلطة داخل الدولة. شكرا جزيلا دكتور عصام عبد الشافي، أستاذ العلوم السياسية، كنت ضيفي عبر سكايب.